واش لافاك يمكن ليا نخدم بالدبلوم ديالها كلكو سوا دوغ ليسونس او ماستر؟ واش ما غاديش نضيع فيها وقتي؟ واش عندها افاق؟ واش ندير لافاك ولا ليستيا؟ شكون اللي احسن؟ قبل ما نابورديو مزيان في هذا السيجي، فالاغلبيه ديال الطلبه اللي تيطرحوا هذه الاسئله تكون ما سمحاش لهم النقاط ديالهم باش يمشيوا للمدارس، وبالتالي كتصدم وكتبان لك الدنيا تسدات في عينيك، وكتولي تسول وتقلب في الانترنت شنو ندير هاد العام، لافاك ولا ليستيا؟ والاغلبيه اللي غادي تسولو بيان سيغ غادي غير يهرسك ويحطمك كون هاني ويقول لك غادي تمشي تضيع حياتك، وسي نورمال يفكر هكا. وانا غادي نقول لكم السبب، ما تلوموش فوزالي فوار. اليوم الناس شنو تيسحب ليهم؟ الدبلوم تيساوي خدمه، وهذه التبريمات شحال هذه، وما بقاش الدبلوم تيعطيك التقييم ديالك 100%، ماشي غير في لافاك والليستيا، حتى في المدارس خديتي الدبلوم ديال انجينيور ما تيعنيش راك غادي تخرج غادي تخدم، وهذه هي اللي كاينه عند الجميع. تيسحب له غادي ناخذ دوغ ولا ليسونس نخرج خاصني نخدم، فالشهاده كتعطيك ان ستاتيو، يعني شكون انت، مجاز او عندك باك بليس 2، فوالا يلا عطيني شي لاخر، يعني الدبلوم غادي يسمح لك باش يهضر معاك ويكلاسيك، اما الوزن ديالك والتقييم ديالك غادي نشوفو فيك وملي غادي تبدا تهضر. هذاك هو البروفيل الفري، يعني ماشي غادي نشد الدبلوم وغادي نقول لهم فوالا ها انا ها شحال تنساوي، مازال خاصني لك شي حوايج اللي انديسبونسابل. وباش ناكد ليك وتعرف براسك غادي نعطو التيران، قصد دابا سي طالب ولا سير لافاك وشوف شي واحد اللي عنده دوغ ولا ليسونس وجالس وما لقاش خدمه، ما تسمعش منه غير راني خديت ديبلوم وما لقيتش خدمه، قول ليه شنو خديتي مع الديبلوم، شنو تعلمتي، شنو وليتي عارف دير، شنو طورتي في راسك وفي شخصيتك، واش قادر انك اليوم تتعامل مع المشاكل وتلقى ليهم الحل، وهذا الشيء ما غاداش تعلمو ليك لافاك ولا ليستيا. دونك انت باش تكون متميز وسط واحد الالف ديال الطلبه اللي غادي تكونوا خديتو الدبلوم خاصك تكون دير شي حوايج اللي ما تيديروهمش وهما اللي غادي يميزوك عليهم. راه هادشي فحال شي منافسه، اعتبر راسك في واحد لو مارشي السوق وشوف علاش هذا تيبيع مزيان وهذا ما تيبيعش مزيان، شنو اللي زايد عند هذا وما كاينش عند هذا. ولا قلبتو مزيان في القناه راه كاين بزاف المواضيع اللي غادي يساعدوكم باش تكونوا متميزين، وملي تساليو قرايتكم تصوفيو راسكم ان شاء الله وتفرع على شي خدمه. سواء مشيتي لافاك ولا ليستيا فامن براسك وامن بالقدرات اللي عطاك الله، ولا كانت عندك الفكره غادي تسجل غير باش تسمى راك ما قالتش، فهنا رد البال شنو تدير وانت المسؤول على راسك وداك الشيء اللي غادي تشوفه بعد سنتين او 3 سنوات. ما تنساش تشترك في القناه الا كنتي اول مره كتكتشفها، حيت فيها مواضيع مهمه جدا وغادي تساعدك بزاف من هنا لقدام ان شاء الله. وانا ملي كنت في لاج ديالكم كنت محتاج شي واحد اللي يعطيني هاد النصائح ويشارك معايا هاد المعلومات، فكاين الناس معاكم واصحابكم اللي ما تحتش لهم الفرصه وما شافوش هاد لا فيديو، ويمكن لكم نتوما تشاركوا معاهم. والهدف من هادشي كامل هو نافونسيو كاملين ان شاء الله الى الامام، ونبدلوا الفكر ديالنا وديما يكون عندنا لو كوراج باش نخدموا وما يحطمنا حتى شي واحد. See you next time.